بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التقى الدبلوماسيون العالميون في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من أجل هدف واحد لخصه الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت ترومان قائلاً: نحن جميعاً نتفق على ضرورة إيجاد طريق يمنع وقوع الحروب. وفي 24 من أكتوبر من عام 1945 دخل ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وبسبب الأدوار العديدة لهذه المنظمة العالمية المتمثلة في حفظ السلام وصولاً إلى تنفيذ الأهداف البيئية والتنموية يكاد يكون من المستحيل تخيل العالم بدونها. المؤرخ شليسينغا وضح الصورة: الكثيرون لم يعتقدوا آنذاك أن الأمم المتحدة سوف تستمر طويلاً، ولكن خلال 70 عاماً من تواجدها اكتسبت المنظمة الاعتراف بأن عالمنا يحتاج للأمم المتحدة لنزع فتيل الأزمات وإطلاق النقاش لحل عدة قضايا كالجوع والصحة، وهي أمور تخصنا جميعاً. وفي عام 1945 تاريخ تأسيس الأمم المتحدة، كان الهدف وقتها هو التخلص من ويلات الحرب العالمية. ومنذ ذلك الوقت لم تحدث حرب عالمية جديدة، لكن الصراعات الإقليمية كما يحدث الآن في سوريا هي ويلات القرن 21، والأمم المتحدة فشلت في إيقافها. ولفهم طريقة عمل المنظمة نعود إلى الوراء. فالقوى الخمسة التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية تملك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن، وهو بمثابة سلاح دبلوماسي. ويرى المنتقدون بأن هذا السلاح أسيء استخدامه مراراً، كما هو الحال الآن مع روسيا والصين المتهمتين بمنع كل محاولة لإنهاء سفك الدماء في سوريا. لم يتغير شيء، لأن الدول الخمس دائمة العضوية لا تريد ذلك، فهي تريد الحفاظ على سلطتها. ورغم أن إلغاء حق النقد ربما مطلب غير واقعي، لكنه يحتاج إلى تغيير حسب شليزينغر، بهدف جعل مجلس الأمن أكثر تمثيلاً للعالم، لأن الأمور تغيرت عن عام 1945. دول كالبرازيل والهند واليابان ونيجيريا وجنوب إفريقيا يجب أن تكون ممثلة في مجلس الأمن لزيادة الشرعية على القرارات حول الحرب وعملية السلام. لكن إذا لم يحدث ذلك، فهل سيكون للأمم المتحدة أي مستقبل؟ هل ستبقى المنظمة لسبعين سنة أخرى؟ أم أن عدم قدرتها على الإصلاح يمكن أن يعلن وفاتها؟ إذا لم ينتهي العالم بحرب نووية، فالأمم المتحدة ستستمر في الوجود لسبعين سنة أخرى. لكنني لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب نووية، وهذا لا علاقة له بوجود الأمم المتحدة. رغم أن هذا الكلام لا يبدو منطقياً، ولكن يمكننا ربما القول بأن الأمم المتحدة ستستمر في الوجود، ونهايتها تعني أن البشرية لن تستمر أيضاً في الوجود.